دونك هذا المرض هذا ديال تسلل الوحي لا سكليروزون بلاك او تسلل متعدد ميتيك سكليروزيس هو واحد المرض اللي كيصيب الجهاز العصبي المركزي يعني الدماغ والحبل النخاعي. المريض اللي كيتصاب بهذا المرض الجهاز المناعي ديالو كيهاجم واحد الغيم ديال الحمايه واحد الماده اللي كتسمى لاميلين هي واحد الماده دهنيه كتغطي الالياف العصبيه واي اضطراب على مستوى هذه الماده كيسبب مشاكل في اتصال الدماغ وبقيه الجسم. هو واحد المرض مزمن كيمتاز بواحد الفترات تاع الانتكاسه وواحد الفترات اللي كتكون ساكنه داك العلمي كيصيب الفئات العمريه من 20 حتى 40 سنه وكيسمى شرطي كيصيب النساء اكثر من الرجال. هو واحد المرض اللي ما عندوش للاسف الشديد علاج نهائي. العلاجات المتوفره حاليا كتعالج غير الانتكاسات والنوبات اللي كيجيو المريض يعني ماشي كتعالج المرض جذريا. الاعراض ديال هذا المرض فيهم الاعراض اللي هي عضويه او العلامات المرضيه اللي كتجلى ولا اللي كتبان على حساب المكان الضرر فين كاين يعني فين كاين هذاك العطب هذاك فين كاين هذاك المشكل في داك غير الحمايه لاميلين يعني على مستوى الجهاز العصبي. وكنلقاو الناس اللي كيعانيو من مشاكل فقدان في الحس كيحسوا بحال بالوخز كيحسوا بالتمال عندهم مشكل في ضعف العضلات والتقلص العضلي هذا الشيء كيعني بان اصابه في الوظائف الجنسيه والوظائف الامعاء. كنلقاو عندهم صعوبه في الحركه والتوازن اضطرابات على مستوى الكلام صعوبات في البلع مشاكل في النظر اللي تقدر توصل في بعض الاحيان حتى للعمى الشعور بالاعياء بالام حاده مشاكل في الادراك اللي تخوب الكوميتيف. وكنجيو للشطر اللي غنتكلموا عليه اليوم هو المشاكل النفسيه